يعطيك العافية. إن شاء الله اليوم راح نستكمل ما حكينا عنه للمرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت وصلنا لعند سلايد 52، فكنا نحكي بالكلاس نمبر 2 باللارج مولكيولز اللي هو الليبيدز. فسلايد 52 حكينا انه لما يصير في الهيدروجينيشن بيصير اللي هو عملية تحويل الانساتوريتد to become saturated fats by adding hydrogen. وحكينا هذا راح يشكل لي trans fat وهو أخطر من cis fat بالنسبة للقلب. Move on to slide number 53. The major function of fats is energy storage. فهاي الميجر function for it اللي هو تخزين الطاقة. Human and other mammals, الثدييات, store their long-term food reserves in adipose cells اللي بسموه الخلايا الدهنية، أو مرات بشكل اللي ما يسمى بالadipose tissue، النسيج الدهني. Adipose tissue also cushions بيحمي. Cushion معناها زي مخدة، فهو بعطي حماية. Vital organs الأعضاء المهمة زي spinal cord النخاع الشوكي. And insulates the body. برضو كمان الدهون تعطيني زي عازل. فلذلك if you look at the seals الفقمات في النورث بول في القطب الشمالي بتلاحظ انه the body of the seal is تقريبا 90% of it is fat. ليش؟ لانه الفات بالحالة هاي بيعمل insulation عزل لدرجة الحرارة الباردة اللي بتكون في القطب. ننتقل لسلايد 54. راح يحكي لي عن سب جروب اوف ليبيدز اللي هم الفوسفوليبيدز. من اسمهم فوسفو معناته بحكي عن الفوسفات. الليبيدز اللي هي الدهون المفسفره معناته هي الدهون اتصل فيها فوسفات. ان فوسفوليبيد تو فاتي اسيدز، حط خطين تحت 2 مش 3 ولا 4 ولا 1، تو فاتي اسيدز and a phosphate group are attached to the glycerol. ففي عندي انا بكون الجليسرول زي ما حكينا المره اللي فاتت، في عندي جليسرول، في عندي الفاتي اسيدز اللي بكونوا الليبيدز. فبالحاله هاي بكون specifically two fatty acids وبالاضافه الى ذلك متصل فيهم phosphate group، لذلك بسموهم phospholipids. The two fatty acids tails are hydrophobic. الذيل من الفاتي اسيدز بيكونوا هيدروفوبيك، كاره للماء. But the phosphate group and its attachment form a hydrophilic head، رأس محب للماء. فهلا راح نشوف بالسلايد الجاي ان شاء الله شو المقصود بفوبيك وفيليك. هيدرو مي، فوبيك كاره للماء، فيليك محب للماء. سلايد نمبر 55. It explains the structure of phospholipids. So for example if we see this figure in the exam لازم اعرف انه بحكي عن phospholipids. ليش؟ لانه عندي two fatty acids شايفينهم على الجهة الشمال. Two fatty acids هذول اذا بنلاحظ برضو كمان في عندي واحد saturated اللي هو على الجهة الشمال اللي باللون البرتقالي، والثاني unsaturated. How did I know it's unsaturated? Because I have a double bond. والdouble bond هاي شو عملت لي؟ kink. إذا بتذكروا المرة اللي فاتت حكيت لكم عنها وراح نيجي نحكي عنها. kink. kink bend انحناء. Due to the cis double bond اللي اتكونت. فبالحالة هاي بتكون عندي أنا I lost a hydrogen bond. مباشرة بعد ما خسرت الهيدروجين bond بتكون عندي sorry hydrogen atom بتكون عندي الdouble bond. فهدول ايش؟ بسموهم هايدرو فوبيك تيلز، بشكله زي الذيل. فهدول بكونوا كاره للماء، مجرد ما شاف المي بهرب على الجهة الأخرى من المي. بينما المربع اللي بالجري كلر اللي باللون السكني هذا فيه الجليسرول واتاتش تو ات ايش؟ اللي هو الفوسفيت جروب، وهذا كله بشكل لي ما يسمى بالهيد. فنيجي على سبيس فيلينج موديل اللي هو بي. لاحظ two fatty acids, one straight, one is kinked أو bendable and the head. والرسمة اللي بأقصى اليمين لاحظ في عندي hydrophilic head
هذا محب للماء، فلما ترميه على المي زي اللي بالرسم اللي تحت بالجهة اليمين اللي شايفين، لاحظ اللون الأزرق دلالة على وجود الماء، فلاحظ مجرد ما رميتهم زي هيك تلقائيا بتكون هذا الشكل. هاي عندي الفوسفوليبيد باي لاير، وهاي إن شاء الله راح نحكي عنها، هاي مكون أساسي في الغشاء البلازمي الموجود في الكائنات الحية. بنلاحظ انه مباشرة الهيدز ترتبوا باتجاه الماء، فعندي انا تو لايرز، لاحظ الهيدز ابر هيدز وفي عندي الداون هيدز، بينما التيلز لاحظ المنطقة الاورنج اللي جاي بالوسط هربوا من الماء، هايدروفوبيك كاره للماء. سلايد نمبر 56 هو عبارة عن تكبير لهذا الجزء، وسلايد نمبر 57 is the same. Slide number 58. When phospholipids are added to water, they self-assemble. تلقائي بتكون assemble يعني بتجمعوا into a double layer sheet called bilayer. Bi ثنائي. معناته صار عندي أنا طبقتين. وشفنا كيف الطبقتين هذول كيف صاروا. At the surface of a cell, phospholipids are also arranged in the bilayer with the hydrophobic tails pointing toward the interior. بكونوا باتجاه الداخل. ليش باتجاه الداخل؟ because they are hydrophobic، كارهة للماء. The phospholipids bilayer forms a boundary، زي حد فاصل between the cell and its external environment. وزي ما حكينا بتكون الفوسفوليبيدز مكون أساسي من the plasma membrane، الغشاء البلازمي. سلايد 59 بحكي لنا عن الكلاس الثالث من الليبيدز اللي هو الستيرويدز، او بالعربي الستيرويدات. ستيرويدز ار ليبيدز، هم عباره عن دهون. كاركترايزد باي ا كاربون سكيلتون كونسيستينج اوف فور فيوزد رينجز، اربع حلقات ملتصقات مع بعضهم البعض. فلو جاك سؤال بالامتحان the lipids that are characterized by a carbon skeleton consisting of four fused rings are called، فالجواب مش phospholipids ولا fats ولا polysaccharides، الجواب steroids. هاي أهم خاصية من خصائص الستيرويدز، هي عبارة عن four fused rings. four مش two ولا three ولا five، four fused rings، أربع حلقات متصلات مع بعضهم البعض. وأشهر مثال على الستيرويدز اللي هو الكوليسترول. A type of steroid is a component in animal cell membrane. mainly دائما بكون الكوليسترول يعني خاصية من خصائص الغشاء الحيواني. And a precursor يعني زي ما تحكي مادة أولية أو أساسية from which other steroids are synthesized. فالكوليسترول دائما مهم بالأغشية الحيوانية. Nevertheless, a high level of cholesterol in the body may contribute to cardiovascular diseases. لذلك بتشوفوا دائما الانسان بصير above 40 دائما he or she has to check for his or her cholesterol level، لانه لا سمح الله ممكن يعمل plaque، يعني يسد الشرايين اللي بتغذي القلب ويسبب مشاكل قلبية. Slide 60 is the structure of cholesterol اللي هو steroids. لو اجانا هاي، لو اجتنا هاي الرسمة بالامتحان من دون ما يبين لي ولا شيء، هلا do we have to memorize it؟ لا، بس دائما لو اجت هاي بالامتحان بطلع كم رينج عندي، 1 2 3 4 مباشرة بقول هاي ايش، ستيرويد او كوليسترول. شو اللي خلاني اعرف؟ اللي هي الفور فيوزد رينجز. ننتقل لسلايد 61 اللي هو كونسبت 5.4 اللي هو راح يحكينا عن المجموعة الثالث الآن من اللارج مولكيولز، وهو بوليمر اللي هم ايش؟ proteins include a diversity of structures. فبالتالي إذا كان عندي تنوع بالأشكال definitely راح يعطيني تنوع بالfunctions بالوظائف. resulting in a wide range of functions, proteins account for more than 50% of the dry mass of most cells. وهذا يدل على شيء، بدل على أهمية البروتينات الموجودة في الخلايا، 50% من الكتلة الجافة للخلايا. Some proteins speed up chemical reactions، بين قوسين enzymes اللي هم الانزيمات.
other proteins functions include defense، بتكون عندي ولها وظائف دفاعية زي الأجسام المضادة antibodies، storage تخزين، وبدك تدير بالك الآن لا تخربط بين storage carbohydrates و storage protein لأنهم they are different. صح الوظيفة واحدة تخزينية بس التركيب والشكل مختلف. transport نقل، cellular communication الاتصال الخلوي، movement الحركة and structural support برضو كمان لا تخربط بينه وبين structural support الموجود بالكربوهيدرات زي السيلولوز والكايتين. الآن سلايد 62 بشرح لي بشكل عام ومبسط عن هاي الفانكشنز، فخلينا نبلش فيهم من الجهة أقصى الشمال، الجهة الشمالية the upper part. enzymatic proteins معناته هي عبارة عن بروتينات تؤدي وظائف الانزيمات. function selective acceleration of chemical reaction تسارع اختياري للتفاعلات الكيميائية، واحنا بنعرف انه in nature we have reactions without the presence of enzymes it will not happen، يعني اذا ما كانش الانزيم موجود لن تحدث هذه التفاعلات. واللي يعني الامثلة عديدة معطينا هون مثال digestive enzymes، وان شاء الله هذول راح نغطيهم في chapter 42 لما نحكي عن digestive tract. catalyze the hydrolysis، لاحظ كلمة hydrolysis نعطيها تعبير ثاني breaking down، adding ولا removing of water، removing ولا adding، adding of water، removing معناته dehydration of bones in food molecules معناته أنا بالحالة هاي بحطم. لاحظ عندي ال purple color، في عندي هون disaccharide، شو اللي عرفني إنه disaccharide؟ عندي two monomers joined together اللي هي الرسم اللي على الشمال. الآن إجى عليهم الإنزيم، شو ساوي الإنزيم؟ كسر الرابطة اللي موجودة between the disaccharides، ف I ended up with two monomers separately. الوظيفة الثانية زي ما حكينا عندي storage protein، function storage of amino acids أو amino acids اللي هي الأحماض الأمينية. example casein the protein of milk، فهذول احتمال دائما بيجيك وضع دائرة، مثلا لو اجاك سؤال بالامتحان the protein of milk is called casein keratin actin none of the above، فلاحظ they have the same rhythmic sound يعني نفس الصوت، بس تعرف انه الكاسيين اللي هو البروتين اوف ميلك is the major source of amino acids for baby mammals، لذلك دائما بحثوا على البريست فيدنج اللي هي الرضاعة الطبيعية. Also plants have storage protein in their seeds، واشهر مثال على ذلك اللي هو اللينتل العدس، لذلك دائما نحكي ايش العدس لحم الفقراء. ليش بيحكوا لحم الفقراء؟ لانه العدس غني جدا بماده البروتين اللي بتكون وظيفتها ستورج، فبتكون هي سورس للامينو اسيدز. برضو كمان في عندي اوفا البومين اللي هو از ذا بروتين اوف ايج وايت اللي هو الموجود في بياض البيض وليس صفار البيض، بياض البيض بسموه اوفا البومين. كل هاي البروتينات يعني subjected to be questions in the exam. used an amino acid source for the developing embryo اللي هو تطوير او تطور الاجنه. الوظيفه الثالثه defensive protein، بروتينات لها وظائف دفاعيه protection against disease، وهي ان شاء الله راح نجيها بالتفصيل ب chapter 47. example عليها اللي هي الانتيبوديز الاجسام المضاده inactivate and help destroy viruses and bacteria، هي بتعمل على شل النشاط البكتيري والفيروسي. الوظيفة الرابعة transport proteins، من اسمها transport معناته هي بروتينات تعمل على نقل. function transport of substances، أشهر مثال على ذلك اللي هو الهيموغلوبين، الهيموغلوبين بالعربي. the iron containing protein، the iron containing معناته هذا البروتين بيحتوي على الايرون على الحديد، فلو جاك سؤال بالامتحان the iron containing protein of vertebrates اللي هي الفقاريات. blood transports oxygen from the lungs to other parts of the body، وهاي برضو كمان ان شاء الله لما نيجي على chapter 43 راح نحكي عنها بالتفصيل. other proteins transport molecules across membrane as shown here، وهاي ان شاء الله برضو كمان راح نحكي عنها
في تشابتر 8، بس ما نعرف انه في عندي بروتينات لها وظائف في النقل. الآن وظيفة رقم 5 للبروتينات، شايفين كيف البروتينات متعددة الوظائف، متعددة الأشكال، فبالتالي متعددة الوظائف. هرمون البروتينز، بروتينات بتكون وظيفتها تقوم كهرمونات coordination of organisms activity، هي اللي بتحدد طبيعة النشاط الموجود في جسم الكائن الحي. example على سبيل المثال للحصر، insulin a hormone secreted by the pancreas causes other tissues to take up glucose. لذلك إذا if we eat a diet rich with carbohydrates راح تكون عندي نسبة الجلوكوز عالية في الدم، بس خلال 2 to 3 hours maximum بلاحظ انه مستوى السكر عندي في الدم رجع طبيعي اللي هو 120، فبالتالي بتكون خلايا البنكرياس افرزت الانسولين اللي بيعمل على تنظيم السكر في الدم. ولاحظ الرسمة هاي، لاحظ نتخيل انه اكلنا كنافة على سبيل المثال فبصير عندي هاي بلاد شوجر، الان مباشرة الجسم بشعر انه صار في زيادة في نسبة السكر فيفرز الانسولين من البنكرياس برجع السكر لطبيعته. الوظيفة السادسة contractile and motor proteins. contractile من كلمة contraction انقباض، معناته في عندي انقباض وفي عندي relaxation، فهذا بدل على انه في عندي motor proteins ولها دور في عملية الحركة function movement. examples motor proteins are responsible for the undulation of cilia and flagella، الأصوات والأهداب، وإن شاء الله راح نيجي ونحكيها بالتفصيل لقدام شوي. Actin and myosin، خيوط الأكتين والمايوسين، are responsible for the contraction of muscle، and I think you covered this in high school بالمدرسة، اللي هي خيوط الأكتين الرفيعة تنزلق على خيوط المايوسين السميكة وبالتالي تسبب انقباض العضلة، بعدين بترد بتفك اللي هي contraction and relaxation، بتصير عملية الموفمنت. وظيفة سابعة receptor proteins، هي عبارة عن بروتينات مستقبلة. مستقبل الايش؟ response of cell to chemical stimuli اللي هي التحفيز الكيميائي، على سبيل المثال زي ما اخذته بالمدرسه اليه انتقال السيال العصبي، if you remember لما كنتوا تحكوا عن الاستقطاب واللا استقطاب، these are the proteins اللي هي المسؤوله عن نقل السيال العصبي من خليه عصبيه الى اخرى. واشهر مثال على الناقل العصبي اللي هو ايش؟ الاسيتيل كولين، تتذكروه؟ اللي كنتوا تسموه الاسيتيل كولين بالمدرسه. receptors built into membrane of nerve cells detect signaling molecules released by other nerve cells، وهي اللي بتسبب لي آلية انتقال السيال العصبي من خلية عصبية إلى أخرى إلى أن تصل إلى الدماغ أو تصل إلى العضو المراد تحريكه. النوع الأخير اللي هو structural proteins، وزي ما حكيت be aware إنك تميز بين structural proteins و structural carbohydrates، لأنه بجوز يجيك سؤال بالامتحان One of the following is a structural carbohydrate. وأجيب لك كيراتين وإيلاستين and so forth. وإيش؟ وأجيب لك سيليلوز. بدك تعرف إنه السيليلوز كاربوهيدرات مش بروتين. Function support، دعامة. Example: keratin is the protein of hair. هذا موجود في الشعر. Horns، القرون. Feathers، الريش. and other skin appendages like nails، الأظافر. لذلك لما when you cut your nails you hear a sound tick tick، الصوت هذا الصوت نتيجة لإيش؟ وجود بروتين الكيراتين، وهو بعطي دعامة لذلك تسمع له صوت. insects and spiders، الحشرات والعناكب، use silk fibers to make their cocoons، cocoons اللي هو بيوت الحشرات، and webs الشبكات العنكبوتية، شبكة العنكبوت respectively بالتناوب، معناته cocoons للإنسكتس وسبايدر لهم الويبس. collagen and elastin بالإضافة للكيراتين، برضو في عندي الكولاجين and elastin proteins provide a fibrous framework in animal connective tissue، لذلك بتشوف دائما في عمليات التجميل بشدوا الوجه بيستخدموا الكولاجين. ليش بيستخدموا الكولاجين؟ لأنه بروتين وظيفته إيش؟ الدعم. نيجي على سلايد 64، زي ما حكينا في عندي بروتينات بتكون على شكل انزيمز. انزيمز ار بروتينز ذات اكت از كاتاليست، مساعده محفزه، تو سبيد اب كيميكال رياكشنز. انزيمز كان بيرفورم ذير فانكشن ريبيتدلي، بالتكرار ما لا تستهلك
functioning as a workhorses. هذا ميتافوريك اكسبريشن، تعبير مجازي، اللي بترجمه جماعة اللي بترجمه حرفي بصير يقول لك خيول شغل، بصير باللخم بقول لك شو خيول وما خيول. فهي تعبير مجازي work horses. ليش؟ لأنها تنجز العمل بسرعة أكثر. That carry out the processes of life اللي هي بين قوسين الكيميكال رياكشن. Slide 65. Proteins are all constructed from the same set of 20 amino acids. دائما هاي الطبيعة والتنوع اللي بالبروتين الهائل اللي بتشوفه في الطبيعة مكون فقط من 20 حمض أميني. برتبهم بطريقة معينة، بعطوني كل مرة بروتين شكل وإله وظيفة شكل. تذكروا لما حكينا عن البوليمر بشكل عام، البوليمر بتنطبق على الكربوهيدرات، بتنطبق على البروتينز، بتنطبق على النيوكلي اسيدز. الآن لما أقول بولي ساكرايدز أنا بحدد كربوهيدرات، لما أقول بولي بيبتايدز معناته أنا قاعد بحكي عن بروتينز. Are unbranched polymers built from these amino acids. هي عبارة عن تركيبة من هالعشرين أمينو أسيدز يكونون البوليبيبتايدز. A protein is a biologically functional molecule that consists of one or more polypeptide. إما بكون polypeptide طويل لحاله، وأحيانا زي ما راح أشوف لك قدام شوي بكون متعدد البوليبيبتايد، يعني بوليبيبتايد شابك مع بوليبيبتايد مع other polypeptide بيكونون البروتين بشكل عام. Slide 66 بيحكي عن الأمينو أسيدز مونيمرز. زي ما حكينا دائما أي بوليمر لازم يتكون من مونيمرز. فالمونيمرز تبعون البروتين هم عبارة عن الأمينو أسيدز are organic molecules with amino and carboxyl group. فالأمينو أسيد هو بتكون من أمين and carboxyl group. هلا راح نشوف الشكل. Amino acids differ in their properties due to different side chain called R groups. معناته اللي بيميز الامينو اسيدز زي ما بنشوف في سلايد 67، اذا بتنتبه الان كل الامينو اسيدز فيها امينو جروب، كاربوكسيل جروب، الالفا كاربون والاتش. كل ال 20 حمض اميني لهم نفس الديزاين هذا. مين اللي بيختلف؟ اللي هو الار جروب او بسموها السايد تشين. بناء على شو تركيبها بصير اسم الحمض الاميني فالين، لوسين وهكذا. اوكي، يعني زي دائما انا بعطي مثال لما كنت اعطي بالمحاضره دائما زي شخص اسمه مثلا محمد الخطيب، في واحد عندي محمد كذا، مع احترامي لجميع العائلات محمد كذا. فلو بدي اقول كلمه محمد بصير يقولوا مين محمد؟ اللي هو اللي بيسموه الباك بون تبع الامينو اسيدز، اللي هو امينو جروب اتش والكاربوكسيل جروب والالفا كاربون. لكن لما انادي بالعيله معناته انا بميز اللي هي الار جروب بالحاله هاي. الان نيجي لسلايد 68. مباشره اول ما اشوف هذا السلايد اطلع بقول دكتور نحفظ هذا؟ بقول له لا، ما فيش داعي للحفظ. بس اذا بتلاحظ هاي بتعطيني ال 20 حمض امين الموجودات في الطبيعه، وقسمت divides these 20 amino acids into 3 sub categories، ثلاث مجموعات اساسيه. زي ما انتم شايفين الاول بسموه نون بولر امينو اسيدز جروب او هايدروفوبيك. فبتكون السايد تشين او الار جروب هايدروفوبيك او هايدروكربون، معناته كارهه للماء زي الدهون. كيف كانت هايدروكربون؟ فلاحظ الاصفر هذا، لاحظ اللون البيربل كله مشترك مع الكل ال 20 حامض اميني. شو اللي بيختلف؟ الار جروب. المجموعه اللي فوق لونها بالاصفر، المجموعه اللي تحت الوسطيه لونها اخضر، والمجموعه اللي اخر شيء في واحده بينك وواحده بلو. فلاحظ الهيدروكربون كلها عباره عن CH3 CH4 CH2 CH CH والى اخره. المجموعه الثانيه اللي هي بولر سايد تشين او هيدروفيليك، معناته بولر معناته محب للماء. فلاحظ دائما بتكون تعطيني فيها OH باستثناء الحمض الاميني السيستين اللي مرات بيجيبوه بالامتحان، بقول لك one of the following amino acids is a polar amino acids. فبدك تميز، يعني هو هذا المميز فيهم. في ذرة كبريت ما في OH، بس في ذرة كبريت بس هو polar. المجموعة الثالثة هاي very easy، شو بسموها؟ electrically charged side chain، معناته هاي مشحونة إما سالبة أو موجبة، وكليهما
هايدروفيليك، محبة للماء. فاللي بتكون سالبة بسموها نيجاتيفلي تشارج أو أسيديك، حامضية. انتبه على النقطة هاي لأنه احتمال تسأل عنها بالامتحان. فلاحظ عندي هون بطلع بشوف في إشارة ناقص على السايد تشين أو على الآر جروب، فبعرف إنه هاي نيجاتيفلي تشارج. هلا هو بالامتحان ما راح يجيب لك نيجاتيفلي تشارج لأنها مبينة إنها عليها إشارة سالب، بس بجوز يقول لك one of the following is an acidic amino acids، فبدك تعرف إنه acidic لازم يكون negatively charged، وعلى العكس البيسك بكون positively charged. وزي ما حكيت you don't have to memorize this، بس اعرف إنه في عندي ثلاث مجموعات. نيجي على البوليبيبتايد، زي ما حكينا بس نحكي كلمة بوليبيبتايد بدي أعرف إنه أنا قاعد بحكي عن بروتينات بالحالة هاي. فالبوليبيبتايدز هم عبارة عن أمينو أسيدز are linked by covalent bonds called peptide bonds أو linkage مرات بسموها. فهلا صار عندنا glycosidic linkage للكربوهيدرات وإستر linkage للدهون وpeptide bonds للبوليبيبتايدز أو البروتين. A polypeptide is a polymer of amino acids، معناته الوحدات البنائية للبروتين هي amino acids. Polypeptides range in length from few to more than 1000 monomers. لاحظ، فهذا بعطيني the huge diversity of proteins، التنوع الهائل للبروتين. Each polypeptide has a unique linear sequence of amino acids. له خصوصية زي ما حكينا الاسم، كل اسم له خصوصية بالأحرف تبعته. With a carboxyl end بسموها C-terminus and amino end بسموها ال N terminus، اللي هذول اللي حكينا عنهم ثابتات. الآن سلايد 70 و71 و72 بعطوني زي ما حكينا الأحماض الأمينية وكيف ارتبطت مع بعضها البعض. ولاحظ برضو نفس الشيء عندي خروج المي loss of water، معناته أنا قاعد ببني، واللي باللون الأزرق هاي شايفينها مؤشر عليها بالpeptide bonds. make sure إذا جاتك بالامتحان تعرف شو هي. والمرة القادمة إن شاء الله من